طبعا امبارح كلنا اتفاجئنا برحيل ساحر السينما المصريه الاستاذ محمود عبد العزيز، فنان جميل جدا، اعماله كلها هتفضل خالده، ما زالت الافيهات اللي حتى اتقالت على لسانه في الافلام ما زلنا حتى الان برضو بنرددها يعني ما بيننا وما بين بعض كشباب او على مواقع التواصل الاجتماعي. عمل اكتر من 90 فيلم، عمل العديد من الافلام، وافلام مهمه زي العار وزي الكيف وزي ابناء وقتل، عمل مسلسلات كتير جدا، يمكن زي ما انا قلت في المقدمه ان بدايته كانت مسلسل الدوامه، ودي مسلسل كان في السبعينيات، بعد كده ظهر بدور جميل جدا في فيلم الحفيد اللي احنا كلنا برضو حافظينه وبنتفرج عليه كتير. فاجئنا بعد كده في الثمانينيات لما بدأ يعمل العار وبدأ يعمل الكيف وبدأ يغير الصورة النمطية بتاعت الولد الحلو الجان اللي البنات بتحبه إلى فنان بارع بيعرف يخش في الشخصية لدرجة إن أنت بتبقى واقف قدامه أو بتتفرج عليه في الشاشة مصدق إن الشخص ده مش محمود عبد العزيز، ده ممكن يبقى الشيخ حسني بتاع الكيت كات، او ممكن يبقى اي شخصيه اخرى في الافلام اللي هو بيمثلها. عشان نتكلم اكتر عن رحيل هذا الساحر الجميل، يسعدني ان يكون معايا منورني في الاستوديو الاعلامي والناقد الفني استاذ امام عمر، برحب بيك يا فندم، نهارك سعيد. في البدايه طبعا هضطر اسال السؤال المعتاد، ماذا فقدنا برحيل الساحر محمود عبد العزيز؟ فقدنا حكايات كتيرة جدا. كان صديقي فعلا فترة طويلة من أول بداياته. أنا بدأت أعمل برنامج السينما في إذاعة الشرق الأوسط سنة 76، هو بدأ سينما 74. سافرت معاه أكتر من سفرية، شوف قد إيه بيعيش الشخصية، مش عاوز يعمل حاجة نمطية. لذلك أنا مسميه صاحب الخلطة السرية، أي فيلم يعمله بيقدم فيه شيء جديد، بيعيش مع الشخصية بطريقة غريبة أوي أوي أوي، من رسم الشخصية، يقعد في الاستوديو قبل ما يخش البلاتوه يقعد يقرا قران يسبح، وبعدين تبص تلاقيه يقول اتكلنا على الله، بعد ما عيش في الشخص. انسان صعب نعوضه، خاصه الفتره الاخيره احنا فقدنا نور الشريف، وادي الوقت بنفقد كمان محمود عبد العزيز. الحقيقه انا عايزه اخد من كلام حضرتك، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا انه كان بيكسر النمطيه، ويمكن ده شفناه في فيلم زي ابراهيم الابيض، انه بالزبط. افلام العشوائيات او مسلسلات العشوائيات او دراما العشوائيات بتحس ان النمط واحد، طريقه الكلام واحده، الاداء ولغه الجسد واحده. محمود عبد العزيز عمل حاجه مختلفه خالص، غير نبره صوته وغير حتى طريقه مشيته، اللبس اللي كان بيلبسه، البرنيطه الروسي اللي كان حاططها، ازاي كان بيعمل كده؟ شوفيه حتى في الكيت كات شيخ حسن عملوا ازاي؟ راح هم قالوا اللي هو قعد فتره طويله جدا مع الراحل سيد مكاوي، قال لي لا، اما حاولت قال لي لا، سيد مكاوي سكه وانا السكه الثانيه خالص، انا حاولت اختلف عن سيد مكاوي بس اخد منه حاجه، اخد منه النبره. اخد منه النبره. كل شخصيه بيعيشها بيعيش معاها، ينزل تلاقيه يدور على الشخصيه عشان شو بتعمل ايه، اللبس بيدور على اصعب حاجه في الشخصيه بالزبط. عشان يقدر يعملها، حتى الحاجات اللي بيقولوا اكسسوارات، شوف الخاتم اللي كان لابسه في ايده في ابراهيم الابيض، شوفيه في الكتكات. لا لا لا، في حاجات عملها فعلا فعلا انسان خسرناه، كل شخصيه عشان يعملها بيعيش فيها. يعني الفتره الاخرانيه اللي عمل فيها مسلسلين مع عادل اديب من باب الخلق، فرج. باب الخلق والمسلسل وراس الغول مع احمد سمير فرج وراس الغول، يمكن تلاقيه مختلف مختلف. يعني انا حسيت في باب الخلق وفي والمسلسل الثاني برضو بتاع عادل اديب اختلف خالص، مع انك تقولي نفس الجو ولكن قدم شيء جديد. هل ده كان بيرجع ليه هو كفنان ولا المخرج اللي كان معاه؟ لا هو كان انا شفته اكتر من مره مع عادل اديب بيقعد يشرح له هو هيعمل ايه وعمل هيعمل كده ليه، هيعمل كده ليه. فالمخرج بيشوف يقول لي اسيبه، لما الاقي حاجه طلعت اقول ستوب هنا، وهو كان كده يقول له انا عملت كويس، بعد ما يخلص يروح يقعد في المونيتور يشوف ايه اللي حصل،
اذا كانوا كلهم اقول لهم لا لصالح الحته دي. لا لا انسان عجيب عجيب. طبعا كمان غير الادوار التراجيديه اللي هو طبعا برع فيها، كان ايضا عنده ادوار فيها لمحه كوميديه جميله وكان فيها خفه ظل عظيمه، يمكن فيلم الشقه من حق الزوجه. انا في الشقه من حق الزوجه حضرت معالي زايد. معالي زايد ونعيمة الصغير، هو في روح الفكاهه والنكته ما بفوتش حاجه الا معلق عليها. يعني شفته في شقه من حق الزوجه مع نعيمة الصغير، كل اللي كانوا في البلاتو بيضحكوا. ليه افيهات غريبه جدا، هو في طبيعته كده. يعني انا سافرت معاه اكتر من مره خارج مصر، سافرت معاه رحله في الولايات المتحده الامريكيه كان في فتره بعد الزلزال، وسافرت معاه سوريا، وكمان سافرت معاه امريكا في فتره، ورحنا زرنا مع بعض والت ديزني. وهو ماشي اي حاجه بيشوفها بيعلق عليها، بيبدا يقول حاجات كده من عنده، افيهات في بقه تستغرب قالها ازاي، ويعلق عليها على طول، بتطلع كده تلقائيه تلقائيه تلقائيه. اسكندراني جدع قوي قوي، ابن بلد. ولما يقرا انسان يحس على طول، مش يقول انا لا، يعمل كت بينه وبينه. ده محمود عبد العزيز. هو فعلا كان مقل قوي كمان في حديثه عن الاخرين، كان بالزبط بس بيتكلم على اعماله فقط. بس يمكن في الدراما طبعا هو عمل العديد من الاعمال الدراميه القيمه جدا، ولكن خلينا نتكلم عن مسلسل رأفت الهجان. بالظبط، لانها كانت نقطه تحول ايضا في طريقتنا لاستيعاب محمود عبد العزيز مره اخرى، او ان احنا نشوفه بشكل يعني مختلف. يعني دايما الفنان بتحس ان هو كل فتره بيغير من جلده علشان يواكب العصر، ولكن في رأفت الهجان كان السهل الممتنع. كنت تشوفيه في استوديو 5 لما كان بيصور رأفت الهجان، يعني تشوفيه عايش مع الشخصيه بطريقه غريبه جدا، حتى ما بيجي يعمل البوكلة بتاع شعره لأسلوبه معاه المكيير. اوعى تنسى الحتة دي، انا عملت ايه في المشهد اللي فات، العبارة دي طلعت من بقي ازاي. بعدين هو كان وطني جدا، يمكن المسلسل ده عاش فيه بكل خلجاته. عاوز يقول ايه عن هذه الشخصية اللي عاش، ودرسها. درس الشخصية جدا جدا. كان عنده كتب مذكرات بيقراها عن هذه الشخصيه، عشان كده تحسه بيقدم رأفت اللي هو عايش معاه، عايش معاه. قبل كده بدا هو، اول ما بدا المسلسل البشاير، وقبل البشاير كان الدوامه. ويمكن في بقى فتره في قبل الدوامه، لانه اول علمك اول ما بدا مساعد مخرج مع نور الدمرداش. دي معلومة أيضا جديدة. أنا بس بستأذن حضرتك إن إحنا معانا جزء من مسلسل رأفت الهجان، هنطلع نشوف الجزء ده ونرجع تاني نستكمل الحوار الجميل. الحقيقة يمكن حضرتك قلت جملة قبل ما نشوف المشهد ده، إن هو بيحضر شخصية الحس الوطني عنده كان عالي جدا، وكان عايش الدور بكل خلجاته، وده كان واضح إن هو وهو بيتكلم مسكته للسيجارة وانفعاله. تحس انه فعلا واحد خايف على بناء الدوله، او يعني عايزها تطلع باحسن شكل. حتى لو الفيلم الثاني اللي عمله في مشواره حتى اخر العمر مع نجوى ابراهيم، كان حصل له حادثه في الحرب، فشوفي كان منكسر ازاي جواه، ولكن جواه كان عاوز، كان بيقول لك انا بطل. انا بطل. كان جميل 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 شخصيا. يمكن ما قبل ما نشوف المقطع ده حضرتك كنت بتتكلم على ادواره في بدايه السبعينيات. وقلت هو انه السبعينيات، لا هو بدا 74 75، قبليها كان، وحضرتك قلت ان هو كان بدا كمساعد مخرج، لان هو اكتشف هما الاثنين في بعض، نور الدمرداش. وهو كان في كليه الزراعه، وكان همزه الوصل بين فريق التمثيل، بعد ما اشتغل تمثيل بين فريق التمثيل وبين مدرب الفريق نور الدمرداش. فكانوا قريبين لبعض جدا. فنور الدمرداش ما لقى فيه حب للتمثيل وحب للفن، خده في الاول يعني اشتغل معاه مساعد مخرج في كلاب الحراسه. بعد كلاب الحراسه على طول رشحه للدوامه. من خلال الدوامه بقى ده اللي بنشوفه بعد كده، ازاي رمسيس نجيب اكتشفه وقدمه في حتى اخر العمر. كان معجب جدا جدا
بطريقته يقول لك السبعينات دي بالنسبه لي هي بدايه الحقيقيه. وما عمره ما اختار فيلم مجرد يقول لك عشان اعمل فلوس. مع ان في فنانين كتير جدا بدأوا قالوا احنا اضطرينا نعمل افلام احنا مش راضيين عنها علشان خاطر كنا محتاجين لا فلوس. لا لا هو لا هو لا يقول لك ليه؟ ليه يبقى تاريخي فيه حاجه وحشه؟ ليه يبقى فيه هفوه؟ نرجع تاني للجزء الكوميدي من محمود عبد العزيز، وطبعا ما حدش فينا يقدر ينسى فيلم الكيف اللي لغايه دلوقتي حتى واحنا قاعدين مع بعض كشله صحاب لازم يبقى فيه افيه او افيهين من نفس الفيلم ده. هل تفتكر ايه عن الفتره دي وهو بيصور الفيلم ده؟ افتكر ازاي كان بيقنع حسن ابو سعود واستاذ محمود ابو زيد ان يلحن الاغنيه دي اول ببقه. وبعدين قعد مع حسن ابو سعود اللي هي الكيمي كيميكا يلحنها فوق، وازاي بعض الحاجات اللي خدها وهو لفت السيجاره لفت مش عارف ايه يقول لك هروح اشوفهم بيعملوا ايه. كان في فتره من الفترات قريب جدا هو ل سيد مكاوي او المجموعه اللي غاويه النوعيه دي من يقول لك ليهم اسلوب في الطريقه، ليهم اسلوب في لفه السيجاره، ليهم في لا 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 اللي هم الفنانين الالاتيه بيسموهم الالاتيه بالظبط. احنا معانا جزء من فيلم الكيف، تعالوا مع بعض نشوف الجزء ده ونرجع تاني نستكمل. يمكن احنا عمالين بنتفرج على اجزاء من اعمال الراحل الجميل محمود عبد العزيز، وفي نفس الوقت عمالين بنتكلم انا وانت، وكنت بنعلق في الجزء او في الفاصل دوت عن ليله البيبي دول، انه ازاي كان في العديد من الفنانين محدش سرق الكاميرا من حد، ومع ذلك كلهم اتقنوا وابرعوا في الدور بالزبط. وايضا كان يعتبر محمود عبد العزيز المايسترو وسطهم، المايستر بتاعهم. كل واحد في دوره، مش عاوز ده يسرق الكاميرا من ده خالص، حتى الافيهات بتاعته عمل افيهات حلوه جدا قدام الكاميرا لوحده مع سلاف. لدرجه عادل اديب قال له انا حسيت لازم اقول الجمله دي، هي كانت مفاجاه ليها. وهي تقول له ما تفاجئنيش يا محمود عشان انا بضحك. لا 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 لا، لما اتعرض الفيلم ده في كان كافتتاح الاجانب كانوا بيضحكوا على الافيهات هم مش عارفينها. اسلوبه عشان طريقه البادي لانجوج بتاعته او لغه الجسد بتاعته كان شخصيه المسرح كانت علاقته ايه بالمسرح؟ هو عمل مسرحيتين، خشب الورد وقدم فيها اشرف عبد الباقي، والمسرحيه الثانيه اللي شارك فيها هاله صدقي 8/4/8. ده غير المسرح كان مقل في المسرح، بيقول لك المسرح بياكل وقتي بياكل وقته. المسرح التزام، لازم يبقى كل يوم. هو يقول لك انا استمتعت بالمسرح وانا في الكليه، كان مستمتع جدا بالمسرح في الكليه. دي نقطه كمان، انا الحقيقه كنت بحضر للحلقه بتاعت النهارده اكتشفت ان هو طبعا هو خريج زراعه، ولكن هو حاصل على ماجستير في تربيه النحل. فدي كانت بالنسبه تانية. لي معلومه جديده او مفاجاه. دي قصه تانية، هو لما حاول كان عاوز يمثل فعلا، وابوه كان بيعاوز يشوفه لابس البلطو الابيض، لكن للاسف ما حصلش ده لان المجموع كان قليل. فضاع يدور، قال يا اما اخش معهد السينما يا اما معهد المسرح، لكن عشان يرضي ابوه، وابوه كان رافضه انه يمثل، راح كليه الزراعه. وقال فرصه كليه الزراعه في اسكندريه، وهناك لما دخل كليه الزراعه قال لا يعني عاوز يشتغل في حاجه يكون فايده منه، فدخل قسم الحشرات. وفي سنه ثالثه في قسم الحشرات بدا يتخصص في النحل. لدرجة عمل غريبة انه حد بالموهبة دي وكان عايز يخش او جات له الفرصة انه ممكن يخش معهد سينما او في معهد فنون مسرحية، وقرر ان هو يتخصص او يعمل كمان ماجستير دراسات عليا كمان. بعد ما عمل الماجستير بقى دي الجديدة بقى، اللي هو قال لك اسافر زي ما بيسافروا كلهم برا منح ينجح. كلهم كان الفترة دي عاوزين يسافروا. والدته وابوه كانوا رافضين، قال لهم مش هسافر امريكا وهاجر، هروح اوروبا. وفي اوروبا راح فيينا، وكانت المشكله بقى بالنسبه له معرفش يشتغل. حكى لي الفتره دي هو بقى يبيع جرايد. وعشان يبيع جرايد بسرعه كان يروح يقف بالليل قدام المسرح الاوبرا. يمكن الفتره اللي اشتغل فيها يبيع جرايد بالليل والناس خارجين من الاوبرا دي اللي خليته بدأ يحس بالفن أكتر.
شاف الفنانين والعازفين وهم بخروج، شاف الجمهور وهم داخلين المسرح وفي اتيكيت المسرح. فهنا صمم يرجع مصر بقى. ولما رجع مصر بقى بدا اللعبه من اول وجديد تاني بقى. ساعتها بقى قرر ان هو هيدخل المجال الفني بصرف النظر عن راي اهله. خلاص كان ابوه قال له اللي انت عاوز تعمله تعمله بقى، خلاص انت خدت الشهاده. بالظبط. هو ده بيبقى حل اغلب الفنانين. احنا عمالين بنتكلم عن محمود عبد العزيز الفنان. محمود عبد العزيز الانسان بقى، يعني يمكن انت قلت لمحه بسيطه ان هو سافر فيينا وكان بيبيع جرايد قدام المسرح. عايزه اسمع حكايات اكتر عن حاجات زي كده في حياته. كان بسيط قوي. رغم ببساطته الا انه برضه كان بيحب الناس، وفي نفس حبه للناس عمره ما اتكلم على حد، عمره ما اتكلم على حد. ورغم المشاكل اللي كانت بينه وبين زوجته الأولانية إنه كان بيحترمها جدا جدا، وكان مالي حاطط ولاده حواليه. في نفس الوقت اللي كان فيه من محمود عبد العزيز فيه ميزة غريبة قوي، حبه لأهله. فجأة تدوري عليه تلاقيه في اسكندرية. رحت ليه؟ أمي وحشتني، أبويا تعبان رايح أشوفه. وما يروح اسكندرية لازم يقف على البحر. حب البحر جدا. كانت في قصة عشق ما بينه وما بين البحر. البحر واللون الأزرق، يعني اسكندرية بالنسبة له كانت قصة وحب حب حب حب. الحقيقة يمكن احنا امبارح بالليل في وقت متأخر لما تفاجئنا بهذا الخبر، اللي انا لاحظته ان مش بس يعني الناس طبعا حزينة، ولكن سيرته عمالة بتخلينا مش عايزه اقول في قمه من السعاده، ولكن في حاله غريبه كده ان احنا زعلانين قوي ان هو رحل، ولكن في نفس الوقت سيرته مخليانا عمالين بنفتكر كل الحاجات الحلوه اللي هو عملها. طبعا الاعلامي والناقد الفني استاذ امام عمر، حضرتك انا مقدره جدا الحاله اللي انت برضو قدامي بتبتسم وانت بتتكلم عنه، ولكن عينيك مليانه بالدموع. يعني الحقيقه ان احنا المفروض كلنا نعزي نفسنا على رحيل الساحر الجميل. خساره. بشكر حضرتك جدا. العفو. انا مقدره الموقف اللي حضرتك فيه. بشكرك جدا. مارك، هنطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل الفقره.